السلام عليكم، أهلا بكم في البلاد، في هذه المساحة اللي نطلع لها فيكم كل يوم عدا الاثنين لتناول الشأن العام في ليبيا وأبرز ما يظهر على الساحة من استوديوهات 218. طبعا مشاهدينا، تطورات جديدة على الساحة المحلية، تصدعات بحكومة الوفاق وسجال سياسي بين الأطراف فيها، بدأ مع انطلاق حركة 23 أغسطس، في اللي يقول حتى من قبل أن يطلع هذا الحراك، حراك طلع فيه الشباب ونادى بتوفير الخدمات الأساسية، غاز ومية وكهرباء وقود وسيولة، مطالب هي أبسط ما يجب أن يتم توفيره للمواطن بعد سنوات من المعاناة. هذا غير عدم الاستقرار الأمني اللي هو موضوع بروحه. الحراك اللي انطلق يوم 23 أغسطس يحمل ذات الاسم، انتج عنا استهداف مباشر للمتظاهرين، خلى وزير الداخلية الموقوف حاليا فتحي بشاغة يخرج ببيان يستنكر فيه استهداف المتظاهرين، بعد أطلع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في كلمة متلفزة وصف بها عدد من المتظاهرين بالمندسين وعد بإصلاحات في قطاع الطاقة. يبدو أن هالكلمة هذه ما كانتش مرضية للحراك وللشارع، اللي بعدها بدقايق بس طلع للميدان وقالوا كلمتهم، حتى أن سقف المطالبات وصل لإسقاط الرئاسي ينادوا ارحل ارحل. في اليوم الثالث تمت الدعوة للتظاهر مرة ثانية في ميدان الشهداء، طبعا هالمرة هذه من قبل موالون لبركان الغضب، وصار فيها مناوشات بينهم وبين المحتجين اللي يتبعوا 23 أغسطس، وطبعا تم منحهم تصريح للتظاهر الزوز في نفس المكان. برضو صار استهداف للمتظاهرين واعتقالات عدة، وفي نفس اليوم توجه المتظاهرين لعند بيت السراج وطالبوا بإسقاط النظام. بالمناسبة عدد المعتقلين حتى الآن مش معروف، بس الأرقام يقولوا بالعشرات بحسب طبعا النداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنضمين للحراك. طبعا الجرحى برضو بالعشرات، كذلك في حالات وفاة. في اليوم الرابع تجددت التظاهرات رغم قرار الرئاسي بحظر التجول لمدة 4 أيام، مع ذلك خرجت التظاهرات ما استمرتش، لأن بحسب شهود العيان بعد تجمعهم في ميدان الشهداء واللي كان عددهم طبعا صغير ما تجاوزش 200 شخص، تم تطبيقهم بسيارات مدنية وعسكرية وتمت فيه عملية اعتقال واسعة للمتظاهرين. طبعا تابعناها خطوة بخطوة عبر 218 وكانت عندنا تغطيات حول هذه التظاهرات. بعدها تم انتشار أمني كبير في العاصمة أعاق استمرار التظاهرات اللي نددتها وزارة الداخلية، أشارت بأنها رفضت اللي قام بإطلاق النار على المتظاهرين وعرفت الجهة اللي تابع لها. طبعا وزارة الداخلية وقتها ما كانتش راضية باستهداف المدنيين، ومع ذلك ما تمش إطلاق سراح المعتقلين حتى الآن. استمر التطبيق الأمني لكل منافذ الميدان رغم الدعوات الاحتجاجية لمليونية في العاصمة اليوم الجمعة. في ذات اليوم اللي هو الجمعة امبارح أصدر المجلس الرئاسي بيان أوقف فيه وزير الداخلية فتحي باشاغة عن العمل احتياطيا واستدعاه للتحقيق، وكلف نيابة عنا العميد خالد مازن بمهام الداخلية وقال ليه كل الصلاحيات. طبعا هذه الخطوة وصفت بغير المتوقعة. أصدر الرئاسي قرار ثاني يقضي بتكليف القوة المشتركة بالمنطقة الغربية بضبط الأمن في العاصمة، طبعا ذلك قال بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى. ما فاتتش ساعة حتى رد بشاغة على قرار الرئاسي وأعلن أنه يحترم القرار ومستعد للمثول للتحقيق، بس حط شرط أنه يكون منقول على الهواء لكشف الحقائق الليبيين. طبعا البيانات هذه كانت الحدث الأبرز ليلة الجمعة، توالت بعدها ردود الفعل المحلية بين مرحب ومستغرب ومستنكر، ومن بينها قوة حماية طرابلس اللي وصلت فيه قرارات الرئاسي، اللي من بينها قرار يتضمن تعليمات بصرف منحة الزوجة والأولاد، اعتبروها قرارات جريئة. طبعا القوة جددت في بيانها دعمها للمجلس الرئاسي وأنها ترفض أي تدخل خارجي في الشأن الليبي. كما أن طرابلس من جانب ثاني شهدت حالة من الألعاب النارية وإطلاق النار بعد بيان السيد فايز السراج مباشرة. بشاغة واللي كان في تركيا وبحسب معلومات حصلت على 218 اجتمع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير في إسطنبول، واليوم بشاغة توجه لليبيا جاي من تركيا وصوله واكب مع حشود عسكرية كبيرة لاستقباله وأرتال كبيرة تحركت في طرابلس دعم ليه، من بينها كتيبة رحبة الدروع في تاجورة وغيرها من المؤيدين لموقف وزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغة. ترافقت أخبار وصول باشاغة لليبيا مع قرارات جديدة لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
قرارات السراج كانت متزامنة مع هذا الرتل العسكري وهذا المنظر المهيب في طرابلس اللي ممكن ما كانش شفناه بالسابق بهذا الشكل. تنظيم كبير مر به السيد فايز السيد باشاغا من معيتيقة ومازال مستمر حتى هذه اللحظة اللي نتكلموا فيها الآن. مر بمعيتيقة مصلي تجورة، طريق الشط، جزيرة سوق الثلاث وجرجي وغط الشعال والغيران، ومازال ماشي هذا الرتل بهدوء كامل وبتنظيم كامل وبترتيب مسبق وبشكل منسق جدا. لم تشهد له العاصمة مثيل فيما سبق يشق طرابلس من شرقها لغربها. السراج طبعا اليوم قام بتكليف السيد محمد الحداد بعد ترقيته بمهام رئاسة الأركان، قام أيضا بتكليف صلاح الدين النمروش بمهام وزير الدفاع المفوض بالوفاق. كمان أعلن عن قرار جديد كلف فيه وزير العمل والتأهيل بحصر الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل وتشكيل لجنة برئاسة أحد النواب، نواب الرئاسي وعضوية وكيل وزارة العمل وكيل وزارة المالية، تتولى متابعة الإجراءات لتعيين وتدريب الشباب وفق الإمكانيات المتاحة. وضع حقيقة وبكل صراحة متداخل، ما حد يعرف شنو حيصير. هل الشرط اللي حطه سيد بشاغة للتحقيق حيقبل به السراج؟ شنو الحقائق اللي بيقولها بشاغة أثناء التحقيق معاه؟ هل اصطفافات هذه للمجموعات بين بشاغة وبين السراج شنو حتخلف من وراها؟ شنو حيكون تبعاتها؟ إضافة لذلك شنو دلالات الاستعراض العسكري الرهيب والضخم اليوم في طرابلس لاستقبال بشاغة؟ ويا ترى رسالة لمن؟ عند مقطع حصري من داخل طرابلس خلينا نشوفه الآن للرتل وكذلك ما يحدث في طرابلس. خلينا نشوف هذا المقطع ونرجع. خلونا نشوفوا أيضا مقطع ثاني وهو أيضا خاص لـ 218 من داخل طرابلس لمتابعة الرتل اللي يسير فيه سيد وزير الداخلية الموقوف حاليا سيد فتحي باشاغة داخل طرابلس. خلينا نشوفوا هذا المقطع الآخر وهو حصري أيضا لـ 218 ونرجعوا. خلينا نشوفوا. إذن هذا جانب من الرتل اليوم اللي توجه به السيد باشاغة، رتل كبير بصراحة، شق طرابلس من شرقها إلى غربها، تنظيم كبير جدا، عدد من الآليات العسكرية والمدنية وتابعة لوزارة الداخلية كانت في استقبالها في مطار معيتيقة، وكان استقبال مهيب بصراحة. يعني يصف أشهد العيان بأنه كان ضخم جدا، ما شافوا لاش مثيل في العاصمة في وقت سابق. خلينا نشوفوا جانب من الكلمة اللي قالها سيد باشاغة عند وصوله لمطار معيتيقة وبجانبه مجموعة من الموالين له وجانبه مجموعة من الحراسات ومن كان معه أيضا حتى كان في تركيا. نشوفوا جانب من هذه الكلمة وش قال فيها بالتحديد. كشف الفاسدين والمفسدين الذين أهدروا مليارات على الدولة الليبية وعلى الشعب الليبي.
أما هذا هو مطر داعم لابد من دولة شفافة ودولة قادرة على المحاسبة وعلى متابعة أموالها. لماذا؟ لأن احنا نسمع الشعب الليبي. الآن الشعب الليبي في أشد الحاجة ويعيش في حياة يومية صعبة جدا، حياة يومية ضعيفة، وهذا كله من أسباب الرئيسية الفساد في كل القطاعات. هناك مشكلة كبيرة في الكهرباء، هناك مشكلة كبيرة في المياه، هناك مشكلة كبيرة في الخدمات بكافة أنواعها. ويجب على الحكومة وعلى مؤسسات الحكومة ومؤسسات الدولة أن تبدأ شاملة من الرقابة الإدارية ومن ديوان المحاسبة ومن الحكومة وزارة الداخلية ومكتب النائب العام، وأن تراجع كل الملفات اللي فيها قصور اللي عليها الناس. هو ما يجب هنا امتثالا لأمر أو قرار مجلس المساءلة، وما عندي شيء يعني نخفيه أو ننسه. وكل اللي تكلمت عليه هو أني ليه قلت راه الشعب الليبي عنده مشكلة، الشعب الليبي عنده مساء. لابد من الحكومة أن تضع برنامج، لابد أن نديروا برنامج مشروع، لأن تو الناس تحملت أيام الحرب. تحمل الناس لكن أعطيها أفق، أعطيها أمل، دير لها مشروع، قول لها راهو مصلح مشكلة الكهرباء في كذا كذا، قول لها راهو عندي مشكلة الصحة، مشكلة كورونا. هذه لابد، مش إهدار المليارات. ولما تكلموا على شخص معين تقوم اسمها الدنيا كلها وما تقعدش كيف تكلمت وانت عضو في الحكومة، أنا عضو في الحكومة ولكن علي مسؤولية أمام الله وأمام الشعب. وأنا لما تكلمنا مع الحكومة من الحكومة تشكيل هذه اللجنة، وبالنسبة لي أنا يعني أنا إذا كان أنا قلت منحاز للسبعة مليون وما زلت منحاز للسبعة مليون ولن أنحاز للفاسدين، ولو كلفني هذا منصبي يلعن نلعن. إذا كان هنا منظم الشعب الليبي ولا مجي في صف الفاسدين ما نديش لمصر لهم. إذا كانت هذه جانب من الكلمة اللي ألقاها السيد بشاغة في وصوله إلى مطار معتيقة. هذا هو موضوعنا اليوم، وهذا هو أصلا موضوع الشاغل لكل الليبيين تقريبا، وكذلك أيضا ما يتعلق بتغريدات النشطاء وسياسيين وغيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت مباشرة بعد البيان الأول لسيد فايز السراج، وكذلك تلاحقت هذه التغريدات وهذه الإدراجات على مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا قبل ما نبدو النقاش والتحليل في حول هذه القرارات وتبعاتها، خلينا ندور جولة في الإدراجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشوف ردة الفعل عبر السوشيال ميديا كيف كانت. نبدو الإدراجات طبعا بداية بمقالة سيد عبد الفتاح الشلوي، يقول طالب بعض الأعضاء المؤتمر الوطني بإقالة رئيس الأركان اللواء يوسف المنقوش، رجع بنا لأيام المؤتمر الوطني ورفض إقالته آخرون، احتدم الخلاف وتوترت الأجواء، وقبيل عرض الأمر للتصويت حضر اللواء المنقوش وقال ليبيا أكبر مني ومن هذا الخلاف بينكم وأحترمكم جميعا، كتب استقالته وغادر بهدوء كما جاء. هذا ما كتبه عبد الفتاح الشلوي. التغريدة الثانية للمدون ناشط ناجي الحاج، يقول قرار الرئاسي بخصوص وزير الداخلية يعد إجراء إداري عادي، توقيف احتياطي فقط وليس إقالة، أسأل الله أن يوحد صفنا ويبعد عنا الفتن. عبد الرحمن السواح لرئيس المجلس الأعلى للدولة سابقا، عضو المؤتمر الوطني سابقا وعضو مجلس نواب المقاطع، يقول بصرف النظر عن صوابية قرارات الرئاسي من عدمها فهي ملزمة لكافة أعضاء الحكومة، رفضها يستلزم الاستقالة، ولك أن تنتقد وتعارض كما تشاء، غير ذلك عبث مرفوض في الأوضاع العادية ويتحول إلى عصيان وتمرد بكل فعالية في حالات الحرب وأثارها، ويجب التصدي له فورا وحسمه بلا تردد. نعم، في تغريدة أخرى لربيع شرير يقول فيها خطير عقيلة، والله شيب الذي يراه البعض مغفلا حقق بالوعود فقط ما لم يحققه حفتر بالدعم الدولي العسكري والسياسي تحت شعار الشراكة والتوافق، رميس سنارة المناصب المحتملة فتهافت الحوت، بحسب ربيع شرير. طبعا عندنا تغريدة ثانية لناشطة من مصراتة ميرفت السويحلي، تقول فتحي بشاغة من قيادات الثورة ورمزها التي
أتاحت لك أن تكون رئيس دولة يا سراج بعد أن كنت بائع الأبواب بحسب قولها، تقول عليك أن تحترم رموز ثورتنا رغم عنك، وإلا حتكون تحت الأقدام قريبا، هذا بحسب وصفها وبحسب ما كتبتها مرفت السويحلي. صالح جعودة أيضا السياسي صالح جعودة يقول سيد فايز ما كان ينتظر الليبيون هو قرار بإقالة الفاسدين من حولك، أما أن تخرج عليهم بقرار إيقاف السيد بشاغة فهو أمر أقل ما يقال، هو مستهجن وغير مقبول. يقول أنت تعرض طرابلس وكل أبناء ليبيا الذين هبوا دفاعا عن طرابلس الذهاب إلى المجهول، ما هكذا تدار البلاد، كفاها ما تعاني. سيد عضو المجلس العدل للدولة عضو المؤتمر الوطني السابق عبد الرحمن الشاطر في تغريدة ليه يقول لو كل من استدعى للتحقيق معي يشترط العلنية فإننا سنشاهد مسرحيات مضحكة مبكية، جزء من المشاهدين يضحك وآخر يبكي وثالث يضرب كفا بكف ويردد ربنا يهدي الجميع. يقول الصراع بين السراج وبشغة في تصاعد، وأتمنى أن يتم التوافق من أجل الوطن، لا تعطوا فرصة للعدو المشترك. دكتور مجدي شريف لدي إدراج أيضا بطبيعة الحال يقول هنالك فرق بين الإقالة ووقف الاحتياطي المؤقت بغية التحقيق والذي يعد محض إجراء مؤقت. يقول ما أعتقد أن السراج يحاول ضبط وتطويع أحد وزرائه التابعين له وفق اللوائح والقوانين. ويختم يقول في حال عدم امتثاله سيكون هنالك إجراء آخر، ولن تكون إقالة بشاغة سببا للحرب، فقد أقيل عثمان عبد الجليل قبل وما زالت الأمور جيدة إلى الآن. سيد خالد المشري امبارح بعد البيانات هذه عند إدراج بسيط عبر تويتر يقول فبراير ستنتصر رغم كيد الكائدين، عضو أو رئيس المجلس الأعلى للدولة. آخر تغريدة لنا رغم أنها تغريدات كثيرة بس آخرها نختارها لكم اليوم، يقول عاطف برقيق يقول أرجو من الثوار مصراة التعقل ولا يؤخذ الأمر بجهوية، الموضوع استدعاء وتحقيق إداري عادي من رئيسه المباشر وليس إقالة. طبعا التغريدات كثيرة والناس اللي علقت مسؤولين وناشطين ومهتمين كثيرة برضو، هذا اخترنا لكم جزء منها. خلونا نخش في تفصيل لما جرى امبارح وردة الفعل وأثارها. نبدو بداية مع ضيوفنا اللي حينضمن لنا بعد شوية الدكتور سامي الأطرش أستاذ القانون الدولي من طرابلس، وأيضا الآن من ضمن لنا السيد عبد الله الكبير الكاتب والصحفي من لندن. نبدأ معك الآن أستاذ عبد الله، مساء الخير، شكرا لوجودك معنا أستاذ عبد الله. بداية تحية طيبة لك ولضيوفك ولكل السادة المشاهدين، أهلا بك. كيف تصف القرارات امبارح يا سيد فايز السراج وردة الفعل ووصول السيد فتحي باشاغة عند وعده اليوم لطرابلس؟ نعم، القرار في اعتقادي القرار كان متعجلا، كان ينبغي للسيد فايز السراج، لكن يبدو أنه يتعرض لضغوطات. كان ينبغي أن يستدعي وزير الداخلية ويجتمع به صحبة المجلس الرئاسي ويتحاورون ويتناقشون حول الخلافات داخل الحكومة ويتوصلوا إلى تسوية ولا تطلع العلن بهذا الشكل، رغم أننا سنقول أن قيام رئيس حكومة بتوقيف إحالته إلى التحقيق إجراء اعتيادي وقبله الوزير وأعلن أنه سيمتثل للتحقيق، لكن ما يثير الريبة والاستغراب هو أن الكثير من الفاسدين أو من يتهمون بالفساد والمطالبات الشعبية والمطالبات الرسمية بإقالتهم أو بالتحقيق معهم أو باتخاذ أي إجراء حيالهم لم يحرك للسراج ساكنا. هذا الذي أثار هذه الموجة. أنت سيد فتحي بشاغة بسبب موقفه المخالف للحكومة في موضوع المظاهرات التي قرر أن يحميها على الفور اتخذت قرار بإحالته للتحقيق، بينما الانهيار في قطاع الصحة في مجابهة كورونا رغم الملايين التي صرفت أو عشرات الملايين التي صرفت على الكورونا رغم وجود شخصيات متهمة بالفساد أو هناك شبهات فساد حولها وهناك تقرير من الرقابة الإدارية وهناك تقرير من ديوان المحاسبة ومع ذلك لم تتحرك. رأى الكثير رأى في هذه المعادلة وكأنه تحيز من السراج أو استجابة لضغوط لوبي الفساد في الحكومة ضد الوزير أو الطرف الذي يريد أن يحد من الفساد أو يحارب الفساد في هذه الحكومة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية
أنه يفترض بأن وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق هي التي تحتكر القوة أو تحتكر استخدام العنف في مناطق نفوذها، وعلى رأسها العاصمة طرابلس. أن يتعهد السيد وزير الداخلية للمواطنين وللمتظاهرين بأن وزارة الداخلية سوف تحميهم، وأن هذا حق طبيعي لهم أن يخرجوا وأن يتظاهروا، ثم بعد ذلك تطلق عليهم النار من مجموعات مسلحة أخرى خارج سيطرة أو خارج سلطة وزارة الداخلية. إذن الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية لا تحتكر العنف، وهذه الجهات التي أطلقت النار والتي لا تخضع لوزارة الداخلية، من يحميها؟ من يعطيها الشرعية؟ من أين تتقاضى الأموال؟ كلها تشير إلى أن هذه المجموعات تتبع السيد فائز السراج مباشرة. إذن لدينا جناحان يملكان القوة في حكومة الوفاق، جناح طبيعي، وأقصد هنا القوة الأمنية، القوة التي تفرض الأمن عبر أجهزتها الإدارية وعبر أجهزتها الشرطية وعبر قواتها الأمنية وبشكل قانوني ومحترف وكما هو متعارف عليه لدى أي وزارة داخلية. هناك إذن جسم آخر أو أطراف أخرى تحتكر، لا تحتكر ولكنها تشارك وزارة الداخلية في هذا الحق، هذا الذي أدى إلى بروز الصراع إلى العلن. ولا ننسى أن الصراع له شهور على الأقل، منذ 3 أشهر، وبوادر هذا الصراع موجودة لكنها لم تنفجر إلا على وقع المظاهرات التي خرجت في طرابلس. يعني برأيك، يعني شو رأيك في موكب بشاغة اليوم؟ يعني هذا العرض يعني مر من شرق طرابلس إلى غربها، شرق طرابلس، ما المقصود منه أيضا؟ أعتقد أنها رسالة للمجلس الرئاسي والأطراف المناوئة للسيد فتحي بشاغة في المجلس الرئاسي أنه قوي وأن موقفه قوي وأنه قادر أن يتصدى لهم. وأود هنا أن أشير إلى نقطة مهمة. نعرف أن خلال الأيام الماضية التي انفجرت فيها المظاهرات في طرابلس أن الفساد تفاقم إلى حد أثر في معيشة الناس، لم يعد الناس يجدون الكهرباء ولا العلاج الحقيقي لمواجهة كورونا، القمامة مكدسة، وكل هذا ناتج عن الفساد أو عدم أو لا مبالاة بأمور الناس واهتمام المسؤولين بمزاياهم وبصراعاتهم الخاصة في أروقة الحكومة، ولم تتحرك الحكومة بشكل جاد لمعالجة هذه الأزمات، بينما بشاغة في أكثر من مؤتمر صحفي يتكلم بشكل واضح وصريح أنه سيحارب الفساد وأن هناك مسؤولون لا بأس بهم، عددهم يعني لا يقل عن 20 أو 25 من أجهزة الدولة وفي مناصب عليا متورطون في الفساد وأنه سيفضحهم. ربما كل هذه التصريحات وكل هذا الاتجاه لدى الوزير هو الذي دفع هذا اللوبي إلى التكتل ضده. إذن الرأي العام أصبح يساند الطرف الذي يريد أن يحارب الفساد، والآن رأينا التفاف شعبي حول بشاغة بمجرد عودته من تركيا، وهذا الموكب الكبير، وهذا الموكب بالمناسبة ليس كلهم من مصراته، هناك حتى مجموعات في طرابلس وهناك أجهزة تابعة لوزارة الداخلية. هذا الالتفاف الشعبي أو الرسمي أو من الوزارة وإداراتها كله يؤكد أن هناك توق وهناك رغبة حقيقية لدى الناس في البحث عن بطل يقود الحرب ضد الفساد. إذن أنا أرى أن الأمر يتطور بشكل طبيعي، والذي لم يقتنع بهذه الفكرة أو لم يستوعبها ذكره بما جرى في بنغازي، اغتيالات وفوضى مسلحة، خرج الناس للتظاهر رفضا لهذه الفوضى، رفضا للاغتيالات، طالبوا بإنقاذ المدينة. استغل حفتر الموقف وبرز كبطل شعبي وحصل على تأييد، بصرف النظر عن التداعيات بعد ذلك وما جرى بعد ذلك، لكن أنا أتكلم عن هذه اللحظة أو هذه الساعات التي تبلور فيها الموقف. وكأني أقول هنا أن الفساد في طرابلس يعادل فوضى الاغتيالات في بنغازي في ذلك. طيب أستاذ عبد الله، هل برأيك سبق هذا العرض
اليوم الهائل سبق ترتيبات؟ كان في ترتيبات مسبقة للموضوع؟ محتمل، لا معلومات لدي، لكن بالتأكيد هناك ترتيبات، خاصة وأن هناك غضب شعبي في مصراتة وحتى في طرابلس، وربما لم يعلن عن نفسه في طرابلس، لكن في مصراتة خرجت مظاهرات منددة بقرار السيد فائز السراج، ليست رافضة له بالمناسبة، لأن البيان الذي صدر عن مكونات مدينة مصراتة كان بيان جيد جدا وعقلاني، ويؤكد على حقية رئيس الحكومة في المحاسبة وفي التحقيق مع المسؤولين، لكن لابد أن يحقق مع المتهمين بالفساد، ولديه تقارير الرقابة الإدارية وتقارير ديوان المحاسبة، لابد من محاسبة المتهمون بالفساد أولا أو على الأقل بشكل جماعي. أما أن تتجه الأمور إلى محاسبة بشاغة وإقالته من أو توقيفه عن العمل، بينما البقية الذين يفترض أن يكونوا هم أول من يخضع للمحاسبة لا يصدر ضدهم أي قرار، هذا ساهم في زيادة شعبية بشاغة وتحسبا للأطراف التي خرجت مبتهجة في طرابلس أمس وأطلقت الألعاب النارية ابتهاجا بهذا القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي ضد بشاغة. نعم. ربما تحسبا لأن يتعرض بشاغة إذا نزل في طرابلس لأي أذى، احتشدوا ورتبوا. نعم بالتأكيد هناك ترتيب، لكن لا معلومات مؤكدة لدي. احتشدوا واستقبلوه وخرجوا في هذا الموكب كرسالة واضحة للأطراف التي لا تريد لوزارة الداخلية أن تنهض وتمارس مهامها وتستوعب هذه الميليشيات التي تسيطر على مفاصل الدولة وأركان الدولة ومن بينها المجلس الرئاسي. نعم. هل بوصفك أن المجموعة اللي البارح خرجت الاحتفال والألعاب النارية كانت ميليشيات؟ إذا كان كذلك وينها اليوم برأيك؟ أين اختفت؟ نعم، أنا طلعت بعض النشطاء وبعض الصور قالوا أنهم مجموعات مسلحة أو ميليشيات في طرابلس ابتهجت بصدور قرار المجلس الرئاسي، وبعض النشطاء يقولوا أن هذه المجموعات تابعة بالتحديد لكتيبة النواصي. لا أعرف أين هم اليوم، ربما تراجعوا، ربما رأوا أن الموكب ضخم، ربما آثروا أن لا يصطدموا مع بشاغة وأنصاره وتواروا وابتعدوا عن موكبه، لكن بالتأكيد هم موجودون في طرابلس، وكما قلت النشطاء أو بعض الذين يتابعون هذه الأمور أشاروا إلى أن هذه المجموعات تابعة للنواصي، لأن من هي المجموعات التي أقفلت ميدان الشهداء ضد المتظاهرين يوم الجمعة؟ كان يفترض أن تكون هناك مظاهرة كبيرة في إطار المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون، أغلق الميدان ضد المتظاهرين، من الذي أغلقه؟ من المجموعات المسلحة التي أغلقته إذا كانت وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير يشجعون هذه المظاهرات ويعلنون أنهم سيحمونها؟ إذن هذه هي المجموعات التابعة لمدينة طرابلس. نعم. طيب في المقابل لذلك، يعني البعض يرى بأن الاستعراض اليوم ليس من وزارة الداخلية فحسب، ماذا تسمي المجموعات الأخرى الموجودة في أرتال اليوم وهذا المشهد الرهيب والمنظم والهادئ يعني أيضا؟ لا بالتأكيد ليس كلهم من وزارة الداخلية، هناك تقريبا الكتيبة 166 لحسب ما طلعت في وسائل الإعلام، للأسف ليست هناك مصادر إعلامية موثوقة باستثناء بعض النشطاء أو بعض الأسماء التي نثق في صحة مصادرها أن هذا الرتب إلى جانب إدارات وزارة الداخلية وسيارات وزارة الداخلية، الكتيبة 166 وكتيبة مكافحة الإرهاب، ولا أعرف هل كتيبة مكافحة الإرهاب هي نفسها الكتيبة 166 أم هما كتيبتان مختلفتان، لكن هناك كتائب أخرى مسلحة ليست بالضرورة تابعة لوزارة الداخلية، هل هي تابعة لجهات أخرى؟ هل هي تابعة لرئاسة الأركان؟ أيضا لا، لست متأكد. ما دلالات ذلك؟ نعم، ما دلالات ذلك برأيك؟ دلالات ذلك كما قلت أن فتحي بشاغة الآن يحظى بتأييد واسع من هذه الكتائب ومن الذين استقبلوه، سواء كانوا
تابعون لكتائب أو مواطنين عاديين لأنه يرفع شعار مكافحة الفساد، ولأنه أعلن امتثاله لقرار رئاسة الحكومة واشترط أن تكون الجلسة علنية ليحرج هذه الحكومة وليقول أنه واثق من نفسه وواثق من أنه اتخذ القرارات السليمة. حظي بهذا التعاطف لأنني كما قلت الكثير يرى أن ما جرى في أروقة الحكومة هو بين طرفين أو بين جناحين، جناح يمثله وزير الداخلية وربما هو منفرد ليس معه أي طرف آخر أو شخصية أخرى واضحة حتى الآن، مع لوبي الفساد المسيطر على الإدارات والمحيط طيب. بالسراج، والذي ربما هو الذي تتبعه بشكل مباشر المجموعات المسلحة المناوئة لوزارة الداخلية والوزير بشاغة شخصيا. نعم، ما الذي سيحقق فيه سيد فايز السراج مع الوزير فتحي بشاغة؟ وفي المقابل ما الملفات التي سيرد عليها بشاغة وسيطرحها للرئاسي وطلب أن تكون بالعلن؟ بالنسبة لقرار السيد السراج حالة وزير الداخلية للتحقيق، حدد ذلك في أذونات وتصريحات التصريحات والأذونات والبيانات الصادرة عن الوزير تجاه المظاهرات. نعرف موقف وزارة الداخلية والوزير بشاغة شخصيا من هذه المظاهرات من خلال هذه البيانات، وبالمناسبة كان هناك تضارب من جهة الحكومة تدعو إلى حظر تجول تجنبا أو احترازا من تفشي وباء كورونا، والسيد فايز السراج يدعو المتظاهرين إلى الخروج ويؤكد على حمايتهم ويندد بالذين أطلقوا النار عليهم. واضح أن من خلال البيانات المتضاربة أن الحكومة لا تتحدث بصوت واحد وأن السيد فتحي بشاغة يأخذ خط مختلف عن خط الحكومة. وهنا تساؤل كبير، لماذا لا يستقيل السيد فتحي بشاغة ويمارس المعارضة من الخارج طالما هذه الحكومة أنت غير متوافق معها وغير منسجم مع قراراتها خاصة تجاه المظاهرات؟ إذن تستقيل منها وتعلن ببيان أسباب الاستقالة وتبدأ في معارضتها من الخارج. لكن نظرا لأن هذه في أوضاع طبيعية طبعا، وفي حكومة ذات منظومة معروفة ونظام معارضة طبيعي وإمكانية المعارضة واستجابة الحكومة، لأننا نرى أن الحكومة رغم كل الأصوات التي تطالبها ببعض الإجراءات وهي أصوات رسمية وأصوات شعبية لكنها لا تستجيب. ليست لدينا معارضة فاعلة تستطيع أن تضغط على الحكومة باستثناء الحراك الذي جرى في الشارع والذي ارتعبت منه الحكومة وقررت أن تتصدى له بأي شكل بما فيها إصدار قرار حظر التجول. أعود إذن إلى الموضوع السؤال أستاذ عبد الحكيم. التحقيق بالنسبة لحكومة الوفاق حسب ما أعلن السيد فايز السراج سيتم بحضور أعضاء المجلس الرئاسي نواب الرئيس والوزراء والرئيس شخصيا مع الوزير حول التصريحات والأذونات التي منحتها وزارة الداخلية للمتظاهرين، وأيضا البيانات التي أصدرتها الوزارة وزارة الداخلية بالمخالفة لقرارات الحكومة. بينما السيد فتحي بشاغة طالب بأن تكون الجلسة علنية، واضح أنه يستند إلى إرادة شعبية تريد أن تحارب الفساد، يريد أن يكتسب قوة من الرأي العام. طبعا هو باعتباره عضو في هذه الحكومة ووزير لديه ملفات كثيرة على هذه الحكومة، يعرف حجم التجاوزات فيها، حجم الأخطاء، حجم التأثيرات الخارجية، وبالتالي يستطيع هو أيضا أن يكشف ما لديه من أوراق إذا أصرت الحكومة أو أصر السيد فايز السراج على موقفه. نعم، يسأل سائل أستاذ عبد الله، إذا رفض السيد فايز السراج أن تكون الجلسة علنية فماذا سيكون الموقف حينها؟ لن يكون هناك تحقيق. لن يكون هناك تحقيق إذا كانت الحكومة ترفض أن تكون هذه الجلسة علنية، إذا لم يكون هناك تحقيق. في رأيي الشخصي يفترض أن تكون الجلسة علنية وأن تتم في البرلمان، يعني البرلمان هناك عدد كبير من النواب الآن برلمانيون في طرابلس يجتمعون وانتخبوا رئيس خلال المدة
خلال الأيام القليلة الماضية يتولوا هذا الموضوع كجهة رقابية. هناك خلاف في الحكومة، هناك انشقاق في الحكومة، هناك دعوات أو دعوة من رئيس الحكومة للتحقيق مع وزير الداخلية، إذن ليتولى البرلمان التحقيق أو مساءلة الحكومة كلها حول هذه التطورات وحول الموقف من التظاهرات. فتحي بشاغة واضح أنه يريد أن يحرج الحكومة ويريد أن يحرج السراج والأطراف الأخرى في الحكومة، لأنه بالتأكيد لديه ملفات يستطيع أن يواجه هذه الحكومة بها، وبالتالي إذا رفضت الحكومة فلن يكون هناك تحقيق. من له أحقية البت في هذه النقطة؟ من له أحقية البت بوجهة نظرك في هذه النقطة؟ هل المجلس الرئاسي أم سيد فتحي بشاغة؟ لا، المجلس الرئاسي بالتأكيد. الحكومة هي التي تملك البث في هذه النقطة، يعني إجراء طبيعي ومعمول به في كل العالم، إحالة موظف أو وزير أو مسؤول، إحالته إلى التحقيق بشأن تجاوزات وقعت في إطار هذه الحكومة، إجراء طبيعي. لا أعتقد أن قانونا يملك السيد فتحي بشاغة أن يشترط أو يضع هذا الشرط، لكن يستطيع أن يطلب أن تتم مساءلة الحكومة بالكامل أمام مجلس النواب، وهذا هو الطبيعي. نعم. طيب، مسألة أخرى أستاذ عبد الله، مسألة الانشقاقات في حكومة الوفاق، هل هذا يعتبر انشقاق كانت سببه الاحتجاجات أم ما تراود من أنباء قبل ذلك انشقاقات في الحكومة وما يتعلق بتصريحات أحمد معتيق نائب مجلس رئاسي وكذلك موقف سيد فايز السراج ووزير داخليته؟ الحقيقة أن لا نستطيع أن نصف ما جرى خلال المدة الماضية بالانشقاقات. خلال السنوات الماضية كانت هناك خلافات، واضح أن كانت هناك خلافات عميقة بين في حكومة الوفاق، كانت هناك خلافات كبيرة بين السيد فايز السراج والسيد أحمد المعتيق نائبه حول صلاحيات كل منهما، انشقاقات وخلافات كبيرة ربما لم تظهر إلى العلن كما هو الحال الآن، لكن الآن واضح أننا نشهد تصدعا في الحكومة. ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح، ما يجري الآن في حكومة الوفاق وما يجري في جبهة الشرق الليبي هو نستطيع أن نقول تداعيات ما بعد الحرب. خضنا جولة عنيفة في الحرب الأهلية في الحرب الأخيرة على طرابلس. بين جبهتين، جبهة يقودها عقيلة صالح وحفتر وجبهة حكومة الوفاق والقوات التابعة لها. انتهت الحرب كيف ما انتهت بدون تفاصيل الآن، كيف كانت النهاية؟ كان طرف منتصر وطرف مهزوم. الطرف المنتصر لم ينتصر بشكل نهائي ويبسط سيطرته على كل ليبيا ويفرض إرادته على الجميع. الطرف المنهزم لم ينهزم بشكل نهائي، ما زال يحتفظ بقوته، ما زال يحتفظ بحقول النفط وآبار ورقة النفط بشكل عام، ما زالت لديه قوات مسلحة، أصبحت هناك حالة من التوازن. تداعيات ما بعد هذه الجولة العنيفة من الحرب التي ربما ونتمنى أن تكون الجولة الأخيرة، تداعياتها هكذا يقول التاريخ، انشقاقات هنا وهنا على الجانب المنتصر وعلى الجانب المنهزم، ستكون هناك انشقاقات وتداعيات لهذه الحرب. نعم. الخلافات بين عقيلة صالح وخليفة حفتر واضحة، انشقاق فصيل الجدادفة التابع لخليفة حفتر رأيناه خلال الأيام الماضية، الآن نشهد هذا التفكك والانشقاق في حكومة الوفاق، ونرى أن وزير في الحكومة ويمثل أو يتبع جهة قوية ومكون عسكري قوي في جبهة الوفاق وهي مصراتة، بدأنا الآن نرى هذا الانشقاق في جبهة الوفاق، هو جزء من تداعيات هذه الحرب. ولأن المجتمع الدولي والمنخرط في النزاع الليبي هو الذي يفرض حالة الحرب ولا سلم الآن، وهو الذي يحافظ على هذه التوازنات، الآن بدأ هذا المجتمع الدولي يضغط لكي يحتوي هذا النزاع أو هذا الانشقاق داخل حكومة الوفاق، لأن هذا الانشقاق
إذا تفاقم لا ينسجم مع خطته ومع رؤيته للحل السياسي الذي يروج له خلال الأيام والأسابيع المقبلة في ليبيا. كيف تسمي قرار السيد فايز السراج اليوم تعيين السيد محمد الحداد بعد ترقيته رئيسا للأركان؟ أيعتبر ذلك في وجهة نظر صف مصراتة محاولة لإرضاء المدينة بعدما جرى مع من قرار لفتح باشاغة، أم كيف تصف ذلك؟ نعم بالتأكيد، الكثير من القرارات والإجراءات المؤجلة والتي طالب بها سياسيون ونشطاء طوال المدة الماضية سيتدارك السيد فايز السراج الأمر ويتسرع، نظرا لأن ما حصل والهزة التي حصلت في طرابلس الأيام القليلة الماضية هزة قوية لحكومة الوفاق، وأساسها وسببها المظاهرات الشعبية الحقيقة مباركة، ونتمنى أن تستأنف وأن ترفع من سقف المطالب لتصبح مطالب وطنية عامة، وأن تحقق الهدف الرئيسي الذي نصب إليه، وهو أن نصل إلى تغيير سلمي بالانتخابات نطيح بكل الطبقة الموجودة الآن والتي تقود البلاد شرقا وغربا. هذه القرارات المتسرعة والمتعجلة هي محاولة من السيد فايز السراج ومن حكومة الوفاق احتواء الغضب واحتواء رد الفعل الذي صاحب قراره الأخير حول وزير الداخلية، حتى تعيين وزير للدفاع. أيام كانت طرابلس تتعرض إلى حرب وإلى حصار، كثير طالبوا بأن يعين أن يعلن عن وزير دفاع يتولى مهمة تنظيم الدفاع ويتولى مهمة إعداد الخطط العسكرية والإشراف على الأمور الدفاعية، رفض ولم يستجب السيد فايز السراج. اليوم استجاب وأصدر قرار بتعيين رئيس أركان وشكل لجنة للتحقيق في المصروفات التي صرفت لوزارة الصحة. واضح أنها كلها قرارات متسرعة وارتجالية مؤجلة منذ زمن بسبب ضغط لوبي الفساد، والآن يضطر إلى إصدارها لاحتواء حالة الغضب التي صاحبت قراره الأخير. نعم. طيب كيف تقدر شعبية باشاغة في المقابل شعبية الرئاسي في مصراتة والمنطقة الغربية؟ بشكل عام الآن يعني نرى أن باشاغة واضح أن لديه تأييد شعبي واسع من خلال الاستقبال الذي رأيناه وهذا الموكب الكبير، ومن خلال ردود الفعل التي رأيناها في مصراتة وفي لم نرها في طرابلس الحقيقة، لكن سمعنا أن الكثير من المواطنين والكثير من الناس ربما الذين كانوا يتظاهرون خلال الأيام الماضية ورأوا أن وزارة الداخلية كانت تقف معهم وتساندهم في هذه المظاهرات غير راضيين على هذا القرار، وبالتالي الآن نرى أن شعبية فتحي باشاغة الآن واضح أنها في صعود، بينما المجلس الرئاسي بالتأكيد المجلس الرئاسي لأنه هو المجلس الشرعي وهو السلطة الشرعية المعترف بها دوليا، ولا ينبغي أن نسقط المجلس الرئاسي بالفوضى وبالظروف السائدة الآن، وإنما بالطرق الطبيعية والطرق التي لا تخلف فراغ في السلطة، لأن الفراغ في السلطة بشكل قانوني وما يمثله المجلس الرئاسي الآن رغم ضعفه ورغم ما أخذنا عليه ورغم الفساد ورغم كل شيء، لكنه ما زال يمثل نقطة الشرعية التي لو سقطت سيبرز خلاف كبير حول من يتولى القيادة، لأن السلطة كالطبيعة تأبى الفراغ، وبالتالي الآن في اعتقاد المجلس الرئاسي ضعيف رغم أن الكثيرون يتمسكون به فقط لنقطة أو لأجل أنه يمثل الشرعية رغم عدم قناعتهم بالسراج ولا بأداء المجلس الرئاسي، لكن بالتأكيد الكثير ينتبه أو ينظر إلى هذه النقطة بعين الاعتبار، إسقاط المجلس الرئاسي دون توافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة أو دون التفاهم حول الذهاب إلى انتخابات جديدة سيضعنا في حالة فراغ، هذه حالة الفراغ هذه ستكون خطيرة جدا. نعم. السؤال الأخير معك أستاذ عبد الله، اسمح لي، مسألة القرارات اللي خرج بها الرئاسي بين أمس واليوم، كثير من القرارات، يعني الأول فيما يتعلق بمنحة الزوجة والأبناء وحدد موعد لذلك حتى 15/9 الجاي، مسألة ثانية هي اليوم يتعلق بفرص عمل للشباب، اجتماع مبارح مع أعضاء المجلس الرئاسي يتعلق بتحسين جودة الكهرباء واستئناف عمل الشركات منذ هذا الأسبوع،
هل برأيك هذه القرارات وغيرها يمكن أن تخفف من احتقان الشارع الغاضب هذه الأيام، أم أنها فقط لإسكات المتظاهرين وإخماد فتيل أو نيران الاحتجاجات ولن يتغير شيء وربما يسقط الرئاسي جراء هذا التقاعس؟ أي القرارات لم تمتص غضب الناس، الناس لا ينتظرون قرارات، الناس ينتظرون إجراءات ملموسة. أنا أنتظر من الرئاسي ليس قرار بتعيين أو بمنحة، ما يعني بالليبي شو اللي خطر عليهم المنحة توه؟ شو اللي خطر عليهم توه الإجراءات والإجراءات المنحة والنمبي غطوها المنحة، العملة الصعبة والبيع العملة الصعبة، وين العملة الصعبة اللي بيبيعوها؟ يعني هذه كلها مسكنات وللأسف هي حبر على ورق ربما لن تملك طريقها إلى التنفيذ. الشعب والناس يأسوا، لا يريدون قرارات، يريدون تحسين حقيقي. يعني انقطاع الكهرباء كان ينقطع 18 ساعة في اليوم ولا 20 ساعة ولا 12 ساعة، بدي ينقطع في ساعة ولا ساعتين، حس أن فيه تحسن، أخرج إلى الشارع أشعر بأن فيه أمان وأن فيه شرطة وأن المظاهر المسلحة بدأت تختفي وليست هناك قمامة وكنايس في الشوارع، هناك تحسن في الخدمات، هناك سيولة في المصارف وليست هناك طوابير، هناك خدمات صحية معقولة في حدها الأدنى. هذا ما ينتظره الناس، لا ينتظرون، ليست مجرد قرارات أو محاولة لاحتواء غضب الشارع. استيقاظ بعد أن كانت البدايات الاحتجاجات وبدايات قبل أن تصل إلى الشارع، بدايات النقد وتنبيه المجلس الرئاسي إلى ضرورة التدخل لوقف الفساد، لاتخاذ هذه الإجراءات لتحسين خدمات الناس. لكن أن تأتي في اللحظات الأخيرة في الربع ساعة الأخيرة، ما الذي ستجديه هذه القرارات؟ أنا أقول أن الناس إذا تحسنت الأوضاع الأمنية، لا أريد لأحد أن يخاطر بحياته وينزل للشارع في وجود هذه المظاهر المسلحة أو في وجود أشخاص غير مسؤولين يريدون أن يفرضوا إرادتهم على الناس. ولكن إذا تحسنت الأوضاع قليلا واصلوا التظاهر، وأتمنى أن تصل هذه المظاهرات إلى كل ليبيا وتمتد إلى كل ليبيا. الكل الآن مرتعب منها، خاصة الذين يسيطرون على البلاد بدون شرعية في الشرق وفي الغرب، كلهم يرتعبون من هذه المظاهرات. وهذه المظاهرات ربما هي السبيل الوحيد أو الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا وإبقائها موحدة. إرهاصات التقسيم واضحة وقد بدأت في منطقة المنتصف، منطقة معزولة السلاح، منطقة محايدة. يعني إذا لم نتحرك ربما نجد أنفسنا ليبيا الشرقية وليبيا الغربية كما حصل لكوريا، كوريا الشمالية وكوريا الغربية من سنة 50 اللي قاعدين لتوا دولتين منفصلتين. وبالتالي هذه المظاهرات ينبغي أن تمتد وأن ترفع مطالب وطنية يكون مطلبها رئيسي التغيير السلمي عن طريق الانتخابات أو عن طريق اعتماد مسودة الدستور. لابد من إطاحة كل الذين قادوا المرحلة الماضية. وأنا الحقيقة أشهد إرهاصات الآن، أشهد إرهاصات انتهاء أو نهاية اتفاق الصغيرات. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله الكبير على كل ما تفضلت به معنا خلال هذه المساحة من البلاد، وكنت معنا من لندن الكاتب والصحفي. وشكر أيضا موصول للدكتور سامي الأطرش اللي ما قدرناش يكون موجود معنا خلال هذه الحلقة رغم خارج التغطية، إن شاء الله المنع خير، هو موجود في طرابلس وربما انقطاع تيار الكهرباء أو سوء التغطية حال دون أن يكون موجود معنا خلال هذه التغطية. مشاهدينا، في موضوع ثاني حابين نتكلم عليه قبل ما نختم حلقتنا، طبعا نرجع نتكلم عليه من جديد، سبق ونشرنا له في عبر برنامج البلاد أكثر من مرة، ما فيش باس اليوم نرجع نتكلم عليه من جديد، هو اللي يصير في مدينة سرت، المدينة اللي هي تحت سلطة الجيش الوطني، الجيش اللي بطبيعة الحال هو المسؤول عما يجري فيها. بصراحة ما فيش أي معلومات من داخل المدينة، ما فيش من يقول لنا شنو صاير. هذا ما يشير لقوة القبضة اللي تعاني منها سرت. هي طبعا بدأت بحادث مقتل الشاب اللي اسمه ناصر عودات، واللي تشير الأخبار أنه قتل دهسا من قبل سيارة عسكرية نوع تايجر، اللي طبعا خلفية هذا الموضوع حصل اشتباك مع سيارة تابعة للجيش من سكان المدينة. الأمر طبعا أشارت له البعثة الأممية للدعم في ليبيا في بيان لها اللي عبرت فيه عن قلقها من استخدام القوة المفرطة في ضد المتظاهرين في طرابلس والاعتقال التعسفي للمدنيين في طرابلس. بخصوص سرت، أشار التقرير أو البيان البعثة إلى انتهاكات
وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت. قالت البعثة أن الانتهاكات تشمل مقتل مدني واحد واعتقال التعسفي لعدد آخر من المدنيين والدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة. بصراحة ما حدش فاهم شو اللي صاير في سرت بالتحديد، شو صاير فيها، وين الجيش الوطني اللي مازال مسيطر على المدينة من اللي صاير. لا شفنا ردة فعل رسمية، لا توضيح للي صاير، ولا شفنا حتى الناس قادرة تحكي وتقول شو صاير في سرت. استمرار لنهج واحد من كل أو من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا، هذا اللي صاير، هذا اللي سيك نشوفه. استخدام مفرط للقوة والترهيب وين ما كان، والمواطن ضحية لاستخدام السلاح. لا قانون فعال ولا أحد يقدر يأخذ حق المواطن من الآلة العسكرية. واجب علينا طبعا احنا نتكلم ونعاود النداء من جديد، شن صاير في سرت، وين الجيش الوطني من اللي صاير في سرت واللي يصير فيها. مازلنا ما نعرفوا شيء، قبضة محكمة على المدنيين في سرت وما فيش حد عارف شو اللي صار. هذا جزء قليل من كثير احنا ما نعرفوش شيء ولا الناس قاعدة تعرف به. طبعا اكيد الايام حتثبت وتوري شو اللي صاير بالضبط، لكن مازلنا احنا في النداء هذا ونجدد النداء من جديد للجيش الوطني يوضحنا شو اللي قاعد يصير في سرت باعتباره هو المسؤول على مدينه ومسيطر على المدينه، فبطبيعه الحال المسؤول على امنها واللي صاير فيها. هيك نكون وصلنا مشاهدينا الى ختام هذه الحلقه، مازلنا وياكم في متابعه مستجدات الاحداث في ليبيا، شنو حيصير، شنو رده الفعل الرسميه من المجلس الرئاسي حول وصول السيد فتحي باشاغا اليوم لطرابلس، وايضا شنو حيكون التحقيق وكيف حيكون وتبعاته ومجرياته وشنو حيسرد فيه. معاكم اول باول 218 و218 نيوز ضمن الاخبار وضمن البرامج اول باول، ولا تنسوا صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب حول 218 نيوز 218 تي في. جديد الأخبار أيضا تتابعونها عبر موقع إلكتروني 218 تي في.net. إلى اللقاء مشاهدينا، تبدو في أمان الله، تصبحون على خير.